فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: من ينسب نفسه إلى الإسلام لكنه لا يصلي، هل يبغض هذا الرجل وما حكمه؟ هل إيش؟ هل يبغض وما حكمه؟ الذي لا يصلي يبغض، نعم، ليس بمسلم. الذي لا يصلي ليس بمسلم. الذين هم على صلاتهم يحافظون، لا بد من المحافظة، والذين هم على صلاتهم دائمون، لا بد من المداومة على الصلاة. نعم.